استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من أشقاء وأنجال المغفور له سمو الشيخ سلمان بن علي بن خليفة بن سلمان بن دعيج الخليفة، حيث رفعوا إلى سموه أسمى آيات الشكر والعرفان على مشاعر سموه النبيلة في مواساتهم بتقديم التعازي في وفاة فقيدهم، والتي تعكس حرص سموه على مشاركة أبناء المملكة في كافة المواقف والظروف. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على القيم الأصيلة وروح المحبة والأخوة التي تجمع بين أبناء شعب البحرين، سائلا سموه المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بوسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته. وقد عبر أشقاء وأنجال المغفور له سمو الشيخ سلمان بن علي آل خليفة عن خالص الشكر والتقدير على وقوف سموه إلى جانبهم في مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه ويبقيه ذخرا وسندا للوطن لمواصلة جهوده المباركة في نهضة الوطن وازدهاره.